موضوع الميراث أن النبي يورث وما يورث، النبي لا يورث إلا الحكمة وإلا العلم. منين جاي هذا الحكم؟ الآن خلينا نشوف. إحنا نسأل العرب، القرآن نزل يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا. نسأل العرب نقولهم إذا واحد نقول خلف ميراث، شو يقولون الناس؟ خلف علم لو خلف أموال؟ طبعا يقولون خلف أموال، ما يقولون خلف علم. العلم ما يتورث، العلم ما يورث، مو من الأشياء اللي تورث. الأشياء القابلة للناقل هي التي تورث، يعني دار، مزرعة، نقود، أثاث، هذا اللي يقع عليه الميراث اللي يتورث. وإلا علم يتورث؟ يعني أكو الآن كل ابن عالم يطلع عالم؟ ها؟ ولا كل ابن جاهل هم يصير جاهل. هذا العلم يحصل الإنسان عن طريق الدراسة، ما لا علاقة بميراث. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. مضى كل يجي صفحة بيضاء يتعلم بعد ذلك. أما العلم أو المنزلة، هذا يرث منزلة أبيه. المنزلة تترجم إلى وضع مادي أيضا نفس الشيء. المنزلة يعني الحكم، معناه الاستيلاء على الأموال والتصرف بالأموال. فالشيء اللي يتورث تتورث الأموال، أما العلم يتورث، هذا كلام بعيد عن جو الآية. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.